يعني كل حتى الإيرانيين يعترفون أن هناك أخطاء كبيرة ارتكبت في العراق، وهم يقومون بإعادة سياستهم، مراجعة سياستهم، وأعتقد نفوذهم تراجع في العراق كثيرا. يعني اليوم إذا نقارن النفوذ الإيراني ب2010 إلى الآن بعد 12 سنة، يعني قمة النفوذ الإيراني كان في 2010، وهذا النفوذ اللي أدى إلى توقيع العراق إلى اتفاقية الانسحاب مع الأمريكان ب2011 في زمن أوباما. هذه كانت قمة النفوذ والتأثير. الآن لا، الآن إيران في العراق طرف حالة ثلاث أربع أطراف أخرى. يعني نعم لديه بعد بعض المساحات، ولكنه يعني النفوذ يتراجع، وإيران تتحمل مسؤولية يعني هذا التراجع. يعني مو انه الطرف اخر هو يعني ضغط عليها وخلاها تتراجع، لا، هي يعني دعمت اطراف ما قدمت نجاح، ولما ضعفت الاطراف والادوات اللي تعتمد عليها ضعف دورها. هي شلون تحكم؟ هي مو احتلال مباشر، يعني لا ايران ولا امريكا زين. ولا تركيا ولا اي دوله لها نفوذ بالعراق محتله، هي عندها ادوات. زين، اذا ما ذهبت او اعتقدت ان ما تقوله هو راي شخصي، بمعنى أرد أسأل أنه أذرع إيران وبقياسا للوضع الداخلي والاقتصادي لإيران، أنه هل أذرع إيران بالعراق أصبحت مكلفة وتخلت عنها، أم أنها باتت غير منتجة وغير فعالة فصار كش ملك؟ لا، ما اعتقد لا هذا ولا هذا، لا اعتقد اكو مسألة موضوع كلفة، ولا الموضوع موضوع كش ملك، الموضوع موضوع سياسة وموضوع تحالفات وحلفاء. والان انت اليوم عندك حليف، الحليف يضعف انت دورك يضعف. فاليوم القوة بالانتخابات الاخيرة ابرزت النتائج على الشارع وفي البرلمان ان القوة الحليفة مع ايران اضعفت، اصبحت اضعف. هسه اضعف عدديا، اضعف سياسيا، اضعف بالجمهور، أضعف بالإيدلوجية، بالنتيجة أصبحت أضعف، فأكيد القوى اللي داعمة لهم راح يكون نفوذها أضعف. يعني ولكن هل إيران الآن تقوم بمراجعة شاملة؟ أنا برأيي نعم تقوم بمراجعة شاملة. يعني إيران لا تراهن على حصان خاسر. لا، إيران دولة عندك حدود وياها 1200 كيلومتر، أكو قدر هذا موجودة صار لها 3000 سنة وراح تبقى بعد 3000 سنة. أيا يحكم العراق يجب أن يضع نظرية للتعامل مع إيران، أيا يحكم العراق. زين، والآن هذا تاريخ العراق وتاريخ إيران متشابك، فلذلك اليوم الإيرانيين أيضا عليهم أن يتعلمون أنه العراق كدولة علينا أن نكسبه كصديق وحليف، ولا أن نقوم بعملية إدارته بالوكالة. هاي هم نقطة مهمة.